طيب ناخد حضراتكم شويه على الماتشين المهمين جدا اللي هيجمعوا منتخب مصر مع منتخب ليبيا في موقف احنا صعبنا على نفسنا طبعا، بس خليني اقول لحضراتكم انه يعني الناس اللي بتتكلم على انك انت تكسب ماتش وتتعادل ماتش ودي نتيجه الى حد ما جيده يحسم صداره المجموعه لمنتخب مصر، انا مش مع وجهه النظر دي اطلاقا الحقيقه. صحيح ممكن مرحليا مؤقتا تتصدر المجموعه نتيجه تفوقك في المواجهات المباشره بفوز وتعادل مثلا او فوزين يعني نتمناها، بس فوز وتعادل يديك صداره المجموعه على حساب المنافس المباشر ليك اللي هو ليبيا. لكن انا تخوفي كله الحقيقه والمردود اللي قدمناه خصوصا في انجولا هنا على ارضنا في القاهره، مباراه كانت صعبه جدا تفوق فيها منتخب انجولا علينا وتسيد المباراه وضيع مش هقول الفوز على الاقل ضيع التعادل. وماتش الجابون اللي احنا لعبناه هناك وبرده الحقيقه تعادلنا بشق الانفس زي ما بيقولوا مع منتخب الجابون على ارضه، وهو الحقيقه منتخب يعني مش عارف احنا اللي ادينا له الوضع ده ولا هو بجد منتخب قوي. يعني ظهوره بالشكل ده يخليني دايما احط في اعتباري المواجهتين المنتظرتين اللي هتجمعنا بعد كده مع انجولا على ارضها، ودي مباراه بالنسبه لي مش مطمئنه خالص. عشان كده بقول السيناريو الافضل من وجهه نظري والامثل انك انت تكسب ليبيا رايح جاي، مهمه صعبه جدا لان المنتخب الليبي هيحافظ على فرصه، عنده امل كبير جدا انه يحافظ على صداره المجموعه، وفي اغلب الظن هم بيفكروا كده لو تخطوا ماتشين مصر وهم في صداره المجموعه غالبا هم اللي هيوصلوا للمرحله الثانيه. هيكون معانا من طرابلس نجم الكره الليبيه والمنتخب الليبي السابق كابتن رياض جمعه معانا من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اهلا بك كابتن احمد، اهلا بكم مشاهدين قناه الاهلي المصري، الفريق العريق المعروف والكره المصريه خاصه. اهلا بحضرتك، والحقيقه الأشقاء في ليبيا أكيد طبعا في منتهى السعادة بالمردود الأكثر من رائع اللي قدمه المنتخب في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم. كنتوا متوقعين ده؟ كنتوا شايفين السيناريو ده؟ وإزاي شفت المستويات للأربع فرق في المجموعة اللي بتضم طبعا مصر وليبيا وأنجولا والجابون؟ حقيقة كابتن أحمد خلينا نبدأ في صلب الموضوع مباشرة، بغض النظر على مستوى الأربع فرق، بالنسبة للمنتخب الليبي حقيقة يعني الآن كليمنتي وجد الذهنية العادية لدى اللاعبين والدوافع الحقيقية أن يستمر في مردود المنتخب الإيجابي، خاصة أنه هو يواجه منتخب مصر اللي هو منتخب قوي جدا، منتخب يعني يعتبر من أقوى المنتخبات الإفريقية، وأعتقد أن الذهنية اللي موجودة اليوم عند المنتخب الليبي اختلف على السابق بشكل كبير، خاصة ثقافة الفوز عند المنتخب الليبي، الحظوظ اللي هي والبدايات المهمة في كرة القدم زي ما نعرف كرة القدم يعني من المهم البدايات تعطيك يعني دوافع كبيرة على المستوى الذهنية، وتعطيك دوافع كذلك على مستوى ثقافة الفوز. اعتقد ان ليبيا اليوم مع منتخب يعني مع المدرب كليمنتي واضح ان المنتخب الليبي يلعب بامكانياته، يحاول ان هو يوصل للاهداف نتاعه خاصه على مستوى الفوز والنقاط الثلاثه اللي هي مهمه جدا زي ما قلت في مباراه منتخب مصر اللي تعتبر ان هي مباراه مهمه ومباراه مصيريه للمنتخب الليبي. وده كان سؤالي لحضرتك، يعني هل بتشوف انه المواجهتين بين مصر وليبيا ذهابا وايابا ممكن يكونوا هم اللي هيحسموا صداره المجموعه؟ بالتاكيد بالتاكيد. شوف انا متصور ان المنتخب الليبي اليوم يعني بالنسبه لي خفير كليمنتي المدرب الاسباني حاول ان هو يقسم الاهداف نتاعه، يعني جزئيات مهمة جدا، اليوم يفكر في مباراة مصر قبل يفكر في مباراة الأياب، يعني أعتقد أن المنتخب الليبي لو تحصل على ثلاثة نقاط نتاع المنتخب مصر أعتقد الطريق يصبح مفتوح أمام المنتخب الليبي لصدارة المجموعة ولتحقيق الإنجاز الكبير اللي يسمح به كل الشارع الليبي، لهذا يعني تعويل خفير كليمنتي على يعني الرجوع الى ليبيا بنقاط مهمه جدا امام المنتخب المصري، هذه هي الثقافه اللي غرسها في اللاعبين خاصه على المستوى التكتيكي والمستوى البدني.
على المستوى النفسي انا اعتقد ان كلمتي من المدربين الشاطرين يعني اللي يشتغلوا على العامل النفسي، ولكن امام مواجهه امام مصر اعتقد انها احتاجت ذهنيه، لان اللاعبين كلهم امام منتخب مصر بيحاولوا يعطوا كل ما عندهم، يعني بيلعبوا 90 دقيقه بيحاولوا يؤمنوا بامكانياتهم. عارف ان ليبيا يعني مرت بظروف صعبه، واعتقد في ليبيا الان يعني ما فيش الا كره القدم هي اللي تفرح بالليبيين، واعتقد ان هي يعرفوا اللاعبين بشكل كبير ان هي المباراه مهمه جدا. وهي كابتن رياض خليني اسالك، انا قريت من كلام حضرتك انه انت شايف انه خافير كليمنتي هيجي يلعب في مصر هنا مع المنتخب المصري وعنده رغبه في انه يحقق 3 نقاط. بالتاكيد بالتاكيد هذا حق مشروع باعتباره ان امام منتخب مصر منتخب قوي ومنتخب مجروح. ما ننسوش ان منتخب مصر اليوم نتكلموا عليه ظروف استثنائيه للمنتخب المصري والاتحاد المصري خاصه، ما تعودناش على المصريين ان هم يغيروا في مدربين يعني في 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 ظروف صعبه، يغيروا في مدربين يعني زي ما نعرفوا ان احنا يعني خروج المدرب الكبير حسام البدري يعني في ظروف صعبه، وتكليف المدرب يعني كارلوس كروش اللي هو من المدربين اللي هم محترمين جدا على المستوى الاوروبي، يعني نعرف ان المدرب البرتغالي يعني له تجربه كبيره على مستوى المنتخبات، درب منتخب البرتغال، درب منتخب كولومبيا، الامارات، ايران، دخل بهم كاس عالم، يعني مدرب فيه سي في كبير، ولكن المدرب الاخير يعني اعتقد ان مهمته يعني ربما في ايديه، يعني مهمته ما فيش من يلوم عليه الشارع المصري والوسط الرياضي المصري لو قدر الله يعني خسر نتيجه المباراه، لانه هو في الاخير مدرب جاي لمشروع. فلهذا المدرب يعني يعتبر ان هو دخل على الفريق، وهذه يعني ظروف نعتبرها في كره القدم سلبيه وليس ايجابيه، يعني دخول مدرب صح بالنسبه للفرق، الفرق تختلف عن المنتخبات، الفرق ربما الرجه النفسيه لاي تغيير مدرب تحدث في حينها، لكن المنتخبات تعرف ان تحضير المنتخبات يختلف كليا على تحضير الفرق، يعني المنتخبات يتعامل مع لاعبين محترفين، يتعامل مع ظروف الوقت اللي هي ما سمحت اي مدرب عالمي بتسييره لمنتخب بيحضر المنتخب تكتيكيا وذهنيا، وهو المنتخب يعني نعتبره ان المنتخب المصري منتخب اليوم في ظروف يعني مجروحه، ولهذا يعني اصبحتها مباراه يعني مفتوحه للجميع، مباراه مهمه جدا للمنتخب المصري وكذلك المنتخب الليبي. طيب يعني خليني اقرا مع حضرتك كده استعداد استعداد المنتخب الليبي، اعتقد انه في معسكر هيتعمل في تركيا تقريبا، وهل قائمه الفريق مكتمله في المعسكر استعدادا لمواجهه مصر ولا لا؟ بالتاكيد كل قائمه اللاعبين اللي كانت مستدعيه في المباريات الماضيه كلها موجوده، باستثناء يعني اضافه اللاعب المعصوم النصراتي اللي هو لاعب مهم جدا يلعب في البرتغال، واليوم انضم لمجموعه في معسكر تركيا، واعتقد ان المنتخب الليبي يعني يلعب بكل قواته اللي هي متاحه للمدرب المدرب الاسباني خافير كليمنتي. نعرف ان كليمنتي يعني يهتم بعوامل مهمه جدا خاصه على مستوى يعني اختيار اللاعبين والتشكيله، يعني نتصور ان يعني هناك قواعد دائما يخدم عليها كليمنتي، وهي مطلب المباراه بالدرجه الاولى، قيمه المنافسه اللي هو المنتخب المصري يعني يلعب امام اقوى منتخب في افريقيا، في نفس الوقت جاهزيه اللاعبين نتاعها اللي هم حاضرين بدنيا وتكتيكيا لمواجهه مصر في استاد برج العرب. كم لاعب محترف بتضمه تشكيله منتخب ليبيا، ومن وجهه نظر كابتن رياض ايه هي ابرز الاسماء اللي انتوا يعني بتعتمدوا عليها او بتراهنوا عليها في مواجهه مصر؟ والله شوف كابتن يعني احمد، انا يعني كليمنتي حاول ان هو يتعامل مع الرصيد البشري المجموعه اللي عنده بمجيز من اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين، اعتقد جل اللاعبين المحترفين اليوم حمد المصري، واعتقد صولا، واعتقد الهادي السنوتي، بالاضافه الى المعصم المصراتي، يعني جل اللاعبين المحترفين متواجدين وحاضرين مع المجموعه، واعتقد اللاعبين المحليين كذلك هم اللي عول عليهم
بشكل كبير زي ما قلت لك، لانه يميز يعني الفتره اللي الان اللي مركز عليها كليمنتي هي يعني طبعا الدوري ما هو شغال، كيف ينتهي الدوري الليبي يعني انتهى في نهايه 8، اعتقد لاعبين في فورمة ورتم المباريات، وهو حصل الان في فترات طويله في معسكرات خاصه المعسكر الطويل يعني دائما يضمن ضمان التركيز اكثر للاعبين ويخدم على المستوى التكتيكي، وخاصه يعني عند الصف يخدم معاه على مستوى الاداء وعن مؤشرات الاداء، مؤشرات القوه للمنتخب المصري ومؤشرات الضغط، ولهذا اعتقد انه حصل فتره كافيه لان هو يقود المباراه بشكل جيد. الماتشين اللي لعبتوهم قبل كده، تقديرك او تقييمك لمستوى المنتخب الليبي فيهم ايه؟ وهل يرتبط المستوى اللي ظهرت بيه ليبيا امام الجابون وانجولا يظهر بيه مره ثانيه قدام منتخب مصري، ولا شايف انه الخصم هنا بيصنع فوارق في المواجهه؟ شوف كابتن احمد، خلينا نكون واضحين، يعني بالنسبه لمباراه يعني التجمعات هذه يعني لا يهم بشكل كبير المدربين المستوى بقدر ما انه هو يحاول ان مباراه يعني تكسب ولا تلعب، ما يفكرش بانه هو يلعب، ولكن المنتخب الليبي قوي جدا على مستوى غلق المساحات تكتيكيا متوازن، خاصه البلوك بتاع المنتخب الليبي ماهوش طايح بشكل كبير وماهوش طالع بشكل كبير، حس ان المنظومه التكتيكيه عمقا عرضا للمنتخب الليبي محترمه جدا، ما يعطيش في مساحات كبيره، ما يعطيش يعني يدرس في الخصوم بشكل جيد، واعتقد ان اليوم نتكلم عليه مباريات يعني بتحاول انك انت تحقق فيها نتيجه ايجابيه بغض النظر عليه يعني على المستوى الفني، وانك انت تفكر ان يعني المستوى الفني اللي هو بتسيطر على 90 دقيقه في مباراه كامله هذا من الصعب جدا، واعتقد ان كليمنتي يعني يحاول بقدر الامكان ان هو يدرس المنتخب المصري اللي هو مكشوف واضح يعني كاسماء كلاعيبه في المنتخب المصري يعني لعيبه قويه، وزي ما قلت لك من اقوى منتخبات افريقيا، ولهذا هي الدافعيه يعني للمنتخب الليبي حتكون دافعيه قويه على المستوى الذهني. مباراه او التحضيرات لماتش العوده تم الاستقرار على تفاصيلها؟ يعني هتتلعب في بني غازي ولا ممكن يتغير المكان؟ هيكون في حضور جماهيري؟ تم حسم الامور دي ولا لسه ما زالت يعني بتتناقشوا فيها او يعني بتفكروا فيها؟ اعتقد كتحديد الملعب يعني انتهى موعد يعني تحديد الملعب في بنغازي في ملعب الشباب بنينة، وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للظروف الثانيه يعني اعتقد يعني المباراه هي ما هيش بعيده، تقريبا يوم 12 او 13 12 يعني مفترض المباراه يعني. الاولى والثانيه ما فيش فتره طويله، فاعتقد انه هو الان التركيز كله في مرحله الذهاب، ومباراه الذهاب اللي هي يعني بيركز فيها المنتخب الليبي بشكل كبير. هي المباراه الاولى اللي على ارضكم لعبتوها في بني غازي مظبوط؟ اكيد في بنغازي. كان فيها حضور جماهيري يا كابتن رياض؟ اكيد فيها حضور جماهيري، لا تقريبا الحضور الجماهيري تقريبا ما فيهاش حضور جماهيري. لا فيهاش حضور جماهيري. بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا شاشه النادي الاهلي، كل التوفيق طبعا للمنتخب المصري والليبي، في النهايه منتخبين اشقاء، وان شاء الله باذن الله الافضل والاقدر هو اللي يكمل المشوار.